الدباسة الذكية اللي احنا شفنا الحالة دلوقتي اللي عملت بيها أول عملية في مصر، هل حضرتك بتفضل إنك تستخدمها مع حالات معينة أو في عمليات معينة، ولا هي متاح إني أنا أستخدمها مع كل الحالات بس على حسب اختيار المريض زي ما حضرتك قلت ممكن شوية علشان التكلفة؟ خلينا اقولها من نقطتين. انا اتمنى ان انا استخدم الدباسه دي لكل الناس الحقيقه، يعني هي دباسه فيها كل المميزات اللي تدي امان عالي جدا جدا، زي ما شفت ساعه بعد العمليه الامور كويسه، لكن انا شايف ان هي ممكن تكون تكلفتها على بعض الناس ربما تكون غاليه شويه. الدباسات العاديه احنا شغالين بيها جدا والعالم كله شغال بيها الدباسات العاديه، لكن دباسه السجنيا تكلفتها زياده. مش عايز اقول لكل الناس اعملوا بدباسه السجنيا، انا اتمنى ذلك، لكن التكلفة بس ممكن تكون عالية شوية، لكن الدباسات العادية بتستخدم عادي جدا في العالم كله وامام برضو جدا، لكن الاحسن الاعدل يعني الاحدث احنا دايما بنمشي وراه، بيدي نسبه امان عاليه جدا. انا بالنسبه لي بكون مستريح جدا بدباسه باورد، ما بدوس دوسه، دباسه بالكمبيوتر مطلع لي كل الريفليكشن ما بين الدباسه والانسجه، المريض نفسه بخلص وقت قصير بعد ساعه بس يا دكتور فعلا يعني بعد ساعه بتتكلم وقت العمليه بيقصر، الريهابيليتيشن اسرع، يعني بتدي برضه رفاهيه اكتر شويه، لكن ما زالت الدباسات العاديه التقليديه الامريكيه العاديه خالص بتستخدم وما زلنا بنستخدمها لتقليل برضه الاسعار شويه. تمام.